أهلا بكم من جديد وإلى فقرة عين على الخبر. النمسا هي وجهتنا التالية في فقرة عين على الخبر، البلد الذي يشهد المسلمون فيه تحديات كثيرة بفعل تعمد حزب اليمين المتطرف استفزازهم والتضييق عليهم. وأحدث الاستفزازات كانت حذف كلمة الإسلام من الشهادات المدرسية واستبدالها بحروف استدلالية، الأمر الذي رفضه المسلمون بمن فيهم الهيئة الإسلامية في البلاد، معلنة اللجوء إلى خطوات قانونية. فماذا عن هذا القرار الجديد الذي يأتي خطوة متقدمة على الحجاب الذي قيد أيضا بشروط معينة، كما على المساجد التي واجهت بدورها جملة من القيود؟ وماذا بعد هذا القرار من خطوات تفاجئنا بها الدول الأوروبية؟ والأهم من كل ذلك، كيف يتعاطى مسلمو أوروبا عامة ومسلمو النمسا على وجه الخصوص مع مختلف الاستحقاقات؟ هذه النقاط وغيرها نثيرها من النمسا مع ضيفنا المسؤول الثقافي في الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية في النمسا ورئيس منبر الحوار الإسلامي المسيحي وعضو مستشار في الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية السيد طرفة بقاجاتي. سيد طرفة، السلام عليكم وأهلا بكم معنا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أختي الكريمة وبالمشاهدين الأعزاء والمشاهدات الكرام. طبعا مستجدات كثيرة يعيشها المسلمون في النمسا، وطبعا آخر هذه المستجدات ما أتينا على ذكره من حذف كلمة الإسلام من الشهادات المدرسية الرسمية. كيف تعلقون على هذا القرار، وهل هناك أيضا أمور جاءت بعد هذا القرار بإطار استفزاز مشاعر المسلمين في النمسا؟ بداية يجب أن نعلن نحن كمواطنين نمساويين وكمسلمين في النمسا أننا سعيدين جدا أن نكون بهذا البلد الكريم الذي اعترف بالإسلام كأول بلد أوروبي منذ عام 1912. يعني الإسلام لم يعد غريبا، والإسلام يعتبر جزء لا يتجزأ من النمسا مع واجباتنا وحقوقنا. مشكلة الاعتراف بالإسلام أنه في عام 2014 عندما تم نص قانون الإسلام الجديد لم يعد يستعمل كلمة الهيئة الإسلامية الوحيدة في النمسا، ولكن سموه هو قانون الجمعيات الإسلامية أو الهيئات الإسلامية. وللأسف الشديد الذي وضع هذا القانون وضعه بشيء من التفكير بتقسيم المسلمين لسنة وشيعة وعلويين وغيرهم. نعم. يعني أننا نحن هنا في النمسا نتحدث باسم واحد كهيئة إسلامية بين سواء كانوا سنة وسواء كانوا شيعة، ونرفض أن يعتبرونا سنة أو شيعة، نقول نحن مسلمي النمسا، وهذا متفق عليه. ولكن المشكلة أن هناك من يريد أن يقسمنا، وعلى مبدأ فرق تسد يأتي من يقول ليس لكم حق أن تقولوا كلمة الإسلام فقط عنكم، قولوا أنتم إسلام سنة، قولوا أنتم إسلام شيعة، قولوا أنتم إسلام علوية. ولذلك قالوا نحن نحذف كلمة الإسلام من ديانة التلاميذ في الشهادات ونستبدلها باختصار الهيئة الإسلامية IGGE. إسلامische Glaubensgemeinschaft in Österreich، لأنهم يقولوا أن هذا الحال في المسيحية، حيث لا يوجد هناك كلمة المسيحية في الشهادة في كاثوليكيزم وفي بروتستانت الإيفانجيلية. ولكن نحن نقول أنه حتى ذلك عند إخواننا المسيحيين لا يكتب اسم الكنيسة، يكتب اسم المذهب الديني، والمذهب الديني عندنا ليس موجود كانتماء أول، انتماؤنا الأول للإسلام. ولذلك رفضنا بشدة هذا القرار، وتم الأسبوع الماضي حديث جاد مع وزارة التربية التي هي مسؤولة عن هذا الموضوع، ونأمل أن يكون أن نجد آذانا صاغية في الاتجاه السياسي لتغيير هذا الشأن الذي أساء جدا لتلاميذنا. لأننا نقول أنه حتى من ناحية عملية عندما تذهب لتدرس في الشهادة النمساوية مثلا في جامعة لبنانية أو جامعة الأزهر أو جامعة أخرى في العراق أو في باكستان
فيسألونك ما هذا الدين؟ ما هذه الإي جي جي أو؟ هل هذا هو دين جديد؟ فإذا نرفض ونطالب بشدة أن يرجع القانون القديم الذي يقول أن يكون هناك الإسلام كدين لتلاميذنا المسلمين الذين يعلنون انتماءهم لهذا الدين. يعني يبدو أيضا لم تستشاروا بهذا القرار كهيئة إسلامية رسمية في النمسا، وهذا ما أثار هذا أيضا تحفظكم للأسف على هذا الموضوع، وقلتم بأنه ستلجؤون إلى الوسائل القانونية بهذا الإطار. أستاذ نعم، طرفة، هذا للأسف الشديد طريقة جديدة لم نعهدها في النمسا، حتى إخواننا البروتستانتينيين حذفوا لهم يوم عطلة الجمعة في يوم في السنة دون أن يستشيرهم. هذا لم يكن موجود في النمسا. النمسا مبنية على التوافق وعلى الحديث مع صاحب العلاقة، ونحن صاحبي العلاقة ولم يتم استشارتنا، بالعكس كان شيئا من الاستفزاز من قبل السياسيين. حتى وزير التربية نفسه عندما نتحدث معه في هذا الموضوع لم يكن عنده أي مبرر مفهوم لهذا الموضوع. حتى مديرية المدارس مستاؤون جدا، ونحن هنا يجب أن نشرح أيضا لمسلمي النمسا أن معنا في هذا الموضوع أكثر من النصف من المجتمع ومن المثقفين وغيرهم، ولكن عندما تقرر الحكومة التغيير هذا يتم من ناحية إلكترونية، يعني حتى إذا مدير المدرسة يريد أن يغير لا يستطيع، لأنه موجود عنده في الكمبيوتر ما وضعته وزارة التربية، ولا يستطيع حتى مدير تربية فيينا لا يستطيع أن يغير. لذلك نشرح لإخواننا أنكم لا تذهبوا وتشتموا المدير مثلا أو تحتجوا وكأنه هو متحمل المسؤولية. يجب أن نعرف مع من نتحدث ومن نحمل المسؤولية، والمسؤولية تتحملها الحكومة اليمينية التي فيها في هذا الموضوع للأسف شيئا من التطرف. يعني على كل، عندما نقول حكومة يمينية أستاذ طرف نفهم هذه الإجراءات، يعني بأكثر من بلد أوروبي التطرف اليميني لمن يصل إلى الحكم يسعى دائما إلى استفزاز المسلمين وأصدر قرارات كالذي اليوم عم نناقشه مع حضرتك أو غيره بدول أوروبية للأسف أخرى. الشديد فتبدو هذا البصمات اليمينية هذا واضحة في هذه القرارات. للأسف الشديد ليس فقط في النمسا، ولكن نراه في إيطاليا، صحيح، نراه في فرنسا، بالدنمارك نراه في مؤخرا أيضا، بلدان ليس فيها مسلمين. يعني مثلا أوربان في هنغاريا كل كلامه ضد المسلمين، مع أن المسلمون قليلين جدا جدا في هنغاريا. في بولونيا هناك حملات ضد الإسلام دون مسلمين، في تشيك حملات ضد الإسلام دون مسلمين. يعني للأسف الشديد الاتجاه اليميني، حتى إن لم يكن هناك مسلمين، مثل في ثلاثينات القرن الماضي كان هناك الحقد على اليهود أكبر في الأماكن التي خالية من اليهود من الأماكن الأخرى التي فيها يهود. فهذا أيضا نرجع، ويجب على أوروبا أن تتعلم من تاريخها، حيث أن أسلوب الكلام، دون أن نقارن الثلاثينيات في القرن الماضي مع أيامنا الآن، الحمد لله أيامنا أحسن بألف مرة من ذاك الوقت، ولكن الاتجاه التعصبي، النفس الكراهي الذي يواجهنا هو خطر ليس فقط على مسلمي النمسا، بل على أوروبا وتناغمها وديمقراطيتها وليبراريتها أيضا. نعم، طبعا هناك بعض الدراسات أشارت أستاذ طرفة إلى تنامي نسبة المسلمين في أكثر من دولة بأوروبا بشكل عام. يعني هل هذا يستدعي مخاوف من أن نكون يعني ذاهبون إلى كثرة عددية للمسلمين في هذه الدول، وهذا ما يأخذه البعض مبررا للقيام بهذه التضييقات على المسلمين وتحديدا في القارة الأوروبية كما نتحدث اليوم؟ هذا حال طارئ. يعني مثلا في 2015 عندما كانت التحرك اللاجئين من سوريا ومن غير من بلاد اخرى، دخل الى النمسا حوالي 100,000 لاجئ. يعني نحن السوريون كنا في النمسا مثلا اقل من 3,000 الى عام 2015، الان حوالي 60,000. فطبعا يشعر الانسان بوجود اناس جدد، بوجود دين بشكل أكبر، الطلاب في المدارس، ولكن مع ذلك
يشهد كثير من المعلمين والمعلمات في المدارس ومديري المدارس أن هناك من التلاميذ الجدد هنا اللاجئين من يتعلم اللغة الألمانية بسرعة ويندمج مع المجتمع ويفهم كيف يفكر هذا المجتمع أسرع من غيره ممن ولد في هذه البلاد. فإذا نقول الجو العام هو المهم، وكسب هؤلاء الناس لكي يعتبروا أنفسهم مواطنين جدد وليس فقط لاجئين هي الطريقة لحل بعض المشاكل، دون أن ننكر أن هناك عندنا أيضا كمسلمين يجب أن نتابع أمورا أخرى، أن نقرأ، أن نفهم كيف يفكر المجتمع، أن نتعلم اللغة بسرعة، أن لا نعيش فقط على المساعدات الإنسانية، ولكن أن نبحث عن عمل ولو كان في البداية أمر شاق وصعب وقليل المردود. فإذا الأمر هو من الجانبين، يجب على كل منا أن يقدم ما يستطيع للوصول إلى التناغم والتقدم الاجتماعي. نعم أستاذ طرف، أيضا من الأمور التي نثيرها حول موضوع شطب كلمة الإسلام من الشهادات الرسمية المدرسية، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الدكتور فريد حافظ إن الهدف من هذا القرار هو إضعاف الهيئة الإسلامية وأنتم فيها في النمسا، وبالتالي تسعى الحكومة لتشكيل ما سماه إسلاما خاصا بها. إلى أي مدى أنتم يعني ترون هذه الفرضية ممكن أن تكون على أرض الواقع، وكيف يمكن أن تضع الحكومة تصور خاص فيها، وهل يخشى من أطراف إسلامية للأسف قد تدعم الحكومة في هذا التوجه؟ يعني نوعا ما تقريبا رفض المسلمين لأسلوب الحكومة بالتعامل معنا، سواء كانوا حتى مسلمين علمانيين أو اتجاه غير متدين أو شيعة أو سنة أو قليلي التدين أو كثيري التدين، رفضا شبه كامل. يعني نوعا ما في إجماع أن هذه الطريقة اليمينية مرفوضة، نعم وبالذات رئيس وزرائنا سيباستيان كورتز كان دائما يقول انه يريد اسلام بنكهه اوروبيه. ونحن نقول له ما هي النكهه الاوروبيه؟ اذا كنا نقصد بالنكهه الاوروبيه هي الاهتمام بحقوق المراه، الاهتمام بحقوق الطفل، اهتمام بالمساواه بين الناس، اعطائهم الفرص الكامله، فنحن من اول من ينادي بهذه النكهه، وهذا نفعله منذ 30 سنه. اما اذا كانت النكهه التي تريدها الحكومة اليمينية هي أن نتخلى عن هويتنا، أن نتخلى عن ديننا، أن تتخلى نساؤنا عن 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 حجابها، فهذه عندنا مشكلة. مثلا إذا أخذنا موضوع الحجاب وهو للأسف أمر يمتطيه دائما الاتجاه المتطرف اليميني، نقول إذا كان الأمر هو حرية المرأة فنحن من ننادي به، ونحن ضد أي مسلم يجبر بنته على الحجاب إجبارا، ولكن بنفس الوقت ضد من يريد أن يجبرها على خلع الحجاب. نعتبر الموضوع هو حق للمرأة هي التي تقرر، دون أن يكون هناك أي تهديد اجتماعي أو ضغط عائلي أو غير ذلك. وحتى نساؤنا المسلمات ما شاء الله قبل يومين كان هناك مبادرة رائعة سموها صوت المسلمات، أعطوا مبادرة ونداء للحكومة ولكن أيضا للمسلمين أن يكون حق المرأة في التمثيل، في الكلام، في 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 شرح الأمور هو أمر تابع للمرأة المسلمة. فإذا كانت النكهة الأوروبية التي يتحدث عنها رئيس وزرائنا بمعنى حقوق الإنسان، بمعنى التفهم، بمعنى حقوق المرأة، فنحن أول من ينادي بها. أما إذا كان هناك تغيير للدين حسب معايير من يريد وخاصة اليمين المتطرف، فنحن من يناوئ ويناهض مثل هذه الأفكار. نعم حبذا لو نطل فقط ولو بالقليل على الوسائل القانونية التي ستتخذونها وستستفيدون منها بإيقاف هذا القرار، قد ايه متاح لكم الجانب القانوني وقد ايه هناك بالفعل أمل بالوصول إلى حذف هذا القرار نهائيا وعدم تطبيقه في المدارس؟ طبعا نتحدث عن حذف كلمة الإسلام من الشهادات المدرسية. نعم. الدولة النمسا هي دولة قانون وفيها دستور وفيها تمثيل، ولذلك نعتقد نحن أن هناك مجالات قانونية. فمثلا عندما أرادت الحكومة إغلاق 6 مساجد لم تستطع،
حيث ان كان ذلك ضد القانون نعم وضد الدستور، ولم يغلق ولا مسجد في النمسا ولا ليوم واحد، مع ان كل اخبار العالم قالت انه سيغلق مساجد، لم يغلق الى اليوم مسجد واحد ولا ليوم واحد، لان القانون والحمد لله والدستور معنا. فبهذا الموضوع نعم، كما قلنا لوزارة التربية أننا لن نرضى، وأننا سنكافح هذا الموضوع عن طريق القضاء. وهناك أمثلة أخرى، مثل هناك أساليب حتى ممكن تسميها تكتيكية أو استراتيجية، مثلا أن نغير اختصار اسمنا من EGGE إلى إسلام، أو إسلام وبعدها حرف الجي مثلا. هناك في بعض الأمور التي يمكن أن نأخذها من الناحية القضائية وأيضا من الناحية العملية، ولكن ما تعد به الهيئة الإسلامية ورئيسها الشاب الرئيس الجديد الأخ إيميت فورال، وعد أنه سيقدم كل ما يستطيع لأن يكون هناك حق التلاميذ برؤية اسم دينهم على شهادتهم التعليمية. صحيح. أيضا تأتي هذه الاستفزازات أستاذ طرفة بعد حوالي شهرين من تصريحات قالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر خلالها من تزايد الخطاب الذي يحض على الكراهية والعنصرية ضد الإسلام. حضرتك أستاذ طرفة عضو في الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية، أين يأتي دور هذه الشبكة فيما نشهده اليوم من استفزازات للمسلمين في النمسا وفي غيرها أيضا، وهل هي فاعلة حقا في مواجهة هكذا عنصرية، أم ما نشهده اليوم للأسف قد يصنف غير إطار عنصري يعني لأنه متعلق بالمسلمين، ما رأيك؟ للأسف الشديد ما كنا نعتبره عنصرية قبل 10 أو 15 سنة بدأ يصبح وكأنه شيء عادي. عادي نعم. لذلك من ناحية من فكر مكافحة العنصرية ندق ناقوس الخطر ونقول أن هذا الموضوع ليس فقط للمسلمين. يعني عندما يكون هناك مثلا منع أو تحجيم المساعدات الإنسانية لمن ليس له عمل، صحيح أن هذا يأتي ضد اللاجئين، واللاجئون كثير منهم مسلمون، ولكن يأتي أيضا ضد الفقير النمساوي. عندما يكون هناك أي اتجاه عنصري ضد المسلمين سيأتي بعد ذلك، وهذا موجود ومثبوت في الدراسات، عنصرية ضد اليهود بما يسمى الأنتسيميتيزم، معاداة السامية ستكبر، وكل هذا يؤدي بخطر كبير على المجتمع. يعني نعم الجواب ناقوس الخطر موجود، ولكن يجب علينا أن نصل للشعب النمساوي والأوروبي ليس فقط كأننا نقوم بلوبي إسلامي لنا، وإننا نقوم بمساعدة هذا البلد وبدورنا كمواطنين بتأمين جو عام يؤمن هذا المجتمع. أنا الآن أتكلم معكم من الشركة التي أعمل بها، وهي شركة هندسية، وغالبية أكثر من 90% من زملائي هنا وزميلاتي نمساويين غير مسلمين. أين المشكلة؟ يحترم كل الأمر، يكون كل إنسان يقوم بعمله ويقوم بواجباته ويأخذ حقوقه. فإذا المجال موجود، ولكن أيضا مناشدتنا لنا نحن المسلمين، عندنا كثير من الأمور التي يجب أن نتابعها، وخاصة في مجال العلم والتعليم. تلاميذنا يحتاج كثرة العمل والاستمرار. أناس كثير موجودين نقولها بكل صراحة يعتمدون فقط على المساعدات الاجتماعية ويعتبروا أنها راحة، أو صاروا يعتبروا أنها وكأنه ورثه من أبيه، ولا يؤمن شغلا ولا يشتغل في هذا المجال، أو إذا أتاه عمل ومردوده قليل يقول لا أفضل أجلس في بيتي وأعيش على المساعدات. فإذا يجب علينا أيضا أن ننمي شعور المواطنة عندنا نحن المسلمين، وشعور إرادة العمل والعلم في بناء هذا البلد وفي بناء أنفسنا أيضا، وفي المشاركة السياسية وتعلم ما مجري هنا. تسألي الناس عن سوريا، تسأليهم عن لبنان، تسأليهم عن مصر، يعرفوا كل شيء. تسأليه ماذا يحصل في النمسا، لا يعرف شيئا. فإذا نعم
نكافح العنصرية، نكافح اليمين المتطرف، ولكن بنفس الوقت باعتباري أنا أتحدث أيضا باللغة العربية مع أخواتي وإخواني، يجب أيضا أن نعيد، هل نقوم نحن بواجباتنا الفعلية أمام إنسانيتنا وديننا وبلادنا نعم الأصلية، أم يجب علينا أن نتابع هذا نعم بكل مثابرة؟ أستاذ طرف، بقي لنا أن نسأل بما تبقى لنا من وقت مع حضرتك. يعني أنتم موجودون بالتالي ببيئة شعبية نمساوية من المواطنين الأصليين في هذا البلد، كيف نقرأ ردات فعل الشعب النمساوي تجاه هكذا قضايا تواجه المسلمين وتستفزهم في أكثر من مكان وفي أكثر من موضوع كما يحدث حتى هذا اليوم؟ وهل للإعلام أثره في يعني تذكية هذه الاستفزازات، أم الإعلام النمساوي يمارس دوره بموضوعية كما هو مطلوب بتغطية القضايا بتنوعها؟ للأسف دور الإعلام كبير جدا، وخاصة إذا ركز الإعلام على الجوانب السيئة. فمثلا معروف أنه باد نيوز جود نيوز، الإعلام يروج للأخبار السيئة. وللأسف الشديد عندما يأتينا مثلا موضوع اغتصاب البنات أو موضوع التحرش الجنسي، عندما يأتي كل أسبوع أسبوعين خبر عن واحد اسمه مسلم أو أصله لاجئ تحرش في امرأة في مكان ما، فللأسف الشديد يعكس هذا نظرة سيئة على جميع مسلمي النمسا، وخاصة على اللاجئين، وخاصة على المهاجرين عموما. وهذه أمور نعم عندما يركز عليها الإعلام ويترك الجوانب الإيجابية الكبيرة، فهذا يؤثر على نفسية الناس، ويصير عندهم شيء من التحسس وشيء من الريبة تجاهنا. فهذا مهمة إعلامية جدا، يجب علينا أن نكون دائما في اتصال، ونحن كذلك مع اتصال مع الإعلام للترويج أيضا للأخبار الجيدة الموجودة هنا. عندنا أخبار، مثلا أخبار الشركات النمساوية الجديدة التي أسسها لاجئون بالمئات لا يخبر عنها أحد، وهم يوظفوا عندهم لاجئين آخرين، ويعطوا يتحولوا من مستلمي المساعدات إلى دافعي الضرائب. عندنا كثير من الشباب اللاجئين الذين بدأوا يدرسوا الطب في النمسا، نعم. عندنا أطباء لاجئين عدلوا شهادتهم في البلاد الأصلية إلى شهادة نمساوية بوقت شبه معجزة وبسرعة. فإذا نعم، الإعلام يجب عليه أن يكون ليس فقط أن يجلب الأخبار كما هي، فهي الأخبار الصحيحة، يعني الأخبار السيئة صحيحة التي يجلبها الإعلام، ولكن التركيز فقط عليها وترك الجوانب الإيجابية صحيح. يثير الريبة في المجتمع. جزيل الشكر لكم أستاذ طرف بقجاتي على هذه المشاركة الطيبة معنا. حضرتك مسؤول ثقافي في الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية في النمسا، ورئيس منبر الحوار الإسلامي المسيحي، وعضو مستشار في الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية. يعني نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المهام الكثيرة التي تقومون بها صونا للإسلام وأيضا حفظا للمسلمين في هذه البلاد، تحديدا في النمسا. شكرا جزيلا، ونتمنى لكم كل الخير أهلا والتوفيق. وسهلا.